مرحب جدا بحضرتك. عايز حضرتك تكلمني النهارده عن المنتدى والحصاد بتاع 2014. المنتدى حصاد 2014 هو بيحاول منتدى حوار الثقافات ان يتعرض لما قام به على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. على المستوى المحلي ساهمنا في عدد من القضايا كقضايا التكلفه الاقتصاديه لما بعد الثوره، مجتمع الديمقراطيه، التعدديه وغيره من القضايا الهامه. على المستوى الدولي شاركنا في فعاليات الحوار مصر الامريكي الذي التقينا فيه بالمجتمع المدني الامريكي وكذلك الخارجيه الامريكيه ومسؤولين من البيت الابيض. في الاتحاد الاوروبي ايضا التقينا برئيس لجنه العلاقات الخارجيه في الاتحاد الاوروبي وغيره من المسؤولين والمجتمع المدني الاوروبي بهدف بناء الجسور والتعاون بين مصر والغرب بشكل عام، بهدف خلق أرضية جديدة لفهم جديد. ولا سيما لاحظنا أن ما منقول عن مصر في المرحلة السابقة لا يعكس حقيقة الأوضاع، وكصوت حر من المجتمع المدني المصري رأينا المشاركة في هذه الفعاليات من الدبلوماسية الشعبية سواء مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. ما الأعمال القادمة التي سيقوم بها المنتدى خلال الفترة القادمة خاصة مع دخول الانتخابات البرلمانية؟ نحن لا نعمل بالسياسة، لكننا مؤسسة مهتمة بالشأن العام كمؤسسة مجتمع مدني مصري، وبالتالي توعية الناس على تحكيم الضمير، اختيار الأشخاص الذين ينتمون إلى روح الثورة، بناء مجتمع العدالة والتعددية. هذه من أهم الأحداث اللي احنا مهتمين بها. شكرا جزيلا.